بسم الله وحذرها منه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. قد أكرمه الله عز وجل بأن هي له أصحابا من خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار الذين قاموا بتلقي ما يصدر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحمله منه وتأديته إلى من بعدهم كما أخذوه وكما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الهدى والحق الذي جاء به كتاب وسنة، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق والهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام من رب العالمين. جاء بالقرآن الذي هو المعجزة الخالدة التي تحدى العرب وهم الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا، حتى طلب منهم الاتيان بسورة من مثله ولم يستطيعوا. وقد جاء بهذا القرآن من الله عز وجل نبي أمي فهو معجزته الخالدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، التي حصل التحدي في العرب وهم الفصاحة والبلاغة لأن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا. ثم السنة النبوية التي أوتيها عليه الصلاة والسلام، وهي وحي من الله عز وجل، كما أن القرآن وحي، إلا أن القرآن وحي تعبد بتلاوته ولا بد فيه من التواتر، وحصل به الإعجاز. وأما السنة فلا يشرف فيها التواتر ولا يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن، ولا تتصف بالإعجاز، وإنما الذي هو معجز هو القرآن العظيم الذي حصل تحدي العرب به. أما السنة فإنها دخلتها الرواية بالمعنى، وفيها ما هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها ما هو معنى لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الراوي إذا لم يتمكن من أن يؤدي اللفظ الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ اللفظ بحروفه وبتمامه، ولكنه عقل المعنى وضبط المعنى، فإنه يأتي به على ما يتمكن منه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا الحق والهدى الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الكتاب والسنة. والكتاب قد جمع وحفظ بالمصحف، تولى ذلك أبو بكر الصديق ثم عثمان بن نورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان هذا المصحف الذي جمعه عثمان والذي استقر جمعه وتم جمعه على هذا النحو في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وهو الذي بأيدي الناس إلى آخر الزمان وإلى أن تنتهي هذه الأرض. أما سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد هيأ الله لها رجالا أكرمهم الله عز وجل بخدمتها والعناية بها وحفظها وتلقيها ووضع الضوابط والشروط التي تلزم لأخذها. وكان الذين لهم السبق بالفضل السابقون إلى كل خير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين تلقوا
من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فسمعوا صوته من فمه الشريف، أسماعهم أكرمها الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بسماع صوته عليه الصلاة والسلام، أكرم الله أبصارهم بالنظر إلى طلعته وإلى محياه عليه الصلاة والسلام، وشاهدوا حركاته وسكناته وضبطوا أفعاله، وكذلك حضروا مجالسه التي يحصل فيها أمور تفعل بين بحضرته فيقرها وهو لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان الذين لهم السبق هؤلاء الصفوة المختارة من البشر بعد الأنبياء والمرسلين، فهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، أكرمهم الله عز وجل بصحبته وتلقي الكتاب والسنة عنه، ثم تأديتها إلى من كل من بعدهم، فكل من جاء بعدهم فلهم عليه منة ولهم عليه نعمة، لأنهم هم الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من حصل له الهدى والحق إلى آخر الزمان إنما وصل إليه عن طريق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا كانوا خير هذه الأمة وكانوا أفضلها وكانوا أجلها، لا يساويهم أحد بل ولا يدانيهم أحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم السابقون إلى تلقي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ثم جاء بعدهم خير القرون بعدهم وهم التابعون، ثم يليهم أتباع التابعين الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما سبق أن مر بنا الحديث في صحيح البخاري، كذلك الحديث الآخر الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم، ثم بعد ذلك يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فيقول نعم فيفتح لهم. هذه القرون الثلاثة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هم الذين لهم هم الرعيل الأول، وهم الذين سبقوا إلى ذلك الخير، وهم الذين لهم فضل على كل من جاء بعدهم، لأنهم هم الذين أدوا إلى الناس هذا الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن هؤلاء العلماء الذين أكرمهم الله عز وجل بخدمة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من حفظها ومنهم من كتبها ومنهم من جمع بين الحفظ والكتابة وكانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم قوة الحفظ وقوة الفهم، فكانوا حفظة يحفظون، وفيهم من يكتب، ثم بعد ذلك رأوا أن يكتب الحديث وأن تدون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تضيع وحتى تكون بأيدي الناس وحتى يتوارثها الناس وحتى لا يحصل على الحفظ شيء من الخلل وشيء من الفوات بما يحصل من النسيان، فدونت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ تدوينها وتوالى التدوين حتى دونت كتب الصحاح صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغير ذلك، كلها دونت، وكل قام ببذل ما يستطيع
من خدمتها من ناحية الحفظ ومن ناحية التدوين ومن ناحية التدريس ومن ناحية الإرشاد والتوجيه والشرح لما اشتملت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونريد أن نتكلم في هذا الدرس فيما يتعلق بمصطلح الحديث على نقطتين، إحداهما أمور تحتاج إلى معرفتها في علم مصطلح الحديث، والثانية في نشأة هذا العلم وتدوينه ومراحل تدوينه والكتب التي ألفت في ذلك. فأما ما يتعلق بالأمور التي يحتاج إلى معرفتها فإن هناك 10 أمور يحتاج إليها في كل فن، في كل فن من الفنون، ومن العلماء من يكتفي ببعضها ولا يحتاج إلى أن يستوعبها ويأتي بها عندما يتكلم على فن من الفنون. وهذه الأمور التي يحتاج إلى معرفتها هي التعريف، الحد الذي هو التعريف وموضوع العلم وفائدته والغرض منه والفائدة منه، الفائدة المرجوة من وراء تعلمه وتعليمه ما هي، ثم نسبته إلى غيره من العلوم ما هي، نسبته إلى غيره من العلوم وفضله، وكون هذا العلم فيه فضل وله منزلة، وصاحبه الذي يعنى به يكون ذا رفعة وذا منزلة، والواضع يعني الذي أول من كتب فيه وأول من دون مسائله، واسمه نسم هذا العلم، والاستمداد يعني من أي شيء يستمد، من أي شيء يستمد هذا العلم، وحكم تعلمه وتعليمه، ثم مسائله وأنواعه التي يشتمل عليها هذا العلم. فهذه 10 أمور يحتاج إليها في كل فن قبل الدخول في هذا الفن، تعرف هذه الأمور 10 التي هي التعريف والموضوع والثمرة ونسبته إلى غيره من العلوم وفضله وواضعه وحكمه واسمه واستمداده ومسائله. وقد جمع بعض الشعراء هذه الأمور 10 في 3 أبيات فقال: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. هذه 3 أبيات، البيت الأول يشتمل على 3 أشياء، والثاني يشتمل على 6، والثالث يشتمل على 1، الثالث يشتمل على 1. إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. بعض العلماء اكتفى ببعضها فلم يأتي بهذه الأمور 10، وإنما أتى ببعضها، ومنهم من أتى بها كلها، منهم أتى بها كلها بين يدي العلم وبين يدي الفن. أعيدها: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة،
ونسبة وفضله والواضع. والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف. أما تعريف هذا العلم وهو الأمر الأول من العشرة, تعريف هذا العلم الذي هو علم المصطلح, أولا كلمة مصطلح الحديث مكونة من كلمتين مضاف ومضاف إليه, مضاف ومضاف إليه, فالمضاف هو المصطلح والمضاف إليه الحديث, إذن هو متكون من كلمتين المضاف والمضاف إليه, والمضاف هو يخدم المضاف إليه الذي هو المصطلح وخدمة الحديث, وهو مصطلح الحديث ومصطلح أهل الحديث. فالحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي, ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي, هذا هو تعريف الحديث الذي هو المضاف إليه. وعلم الحديث هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية, هذا علم الحديث. والحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. أما مصطلح الحديث, أما مصطلح الحديث فهو علم يشتمل على قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد, علم يشتمل على قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد, لأن المصطلح كله المقصود منه هو معرفة ما يقبل وما يرد, ما يثبت وما لا يثبت, ما يقبل ليعمل به وما لا يقبل ليترك ويعرض عنه, هذا هو تعريف مصطلح الحديث, علم يبحث عن قواعد أو يشتمل على قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد, هذا هو تعريف علم مصطلح الحديث على قواعد, يعني أصول ضوابط يندرج تحتها أمثلة كثيرة, هذه القواعد تتعلق بالراوي والمروي, لأن علم الحديث هو أسانيد ومتون, فالأسانيد والمتون هي التي يبحث فيها والتي هي مجال هذا العلم الذي هو علم المصطلح, علم يشتمل أو يبحث في قواعد يعرف بهذه القواعد أحوال السند والمتن من أجل الوصول إلى غاية وهي معرفة ما يقبل وما يرد مما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي, هذا هو التعريف. أما موضوعه فهو السند والمتن, المجال الذي يدور حوله علم المصطلح هو السند والمتن, فموضوعه الأسانيد والمتون أو بعبارة أخرى الرواة والمرويات, الراوي والمروي أو السند والمتن, هذا هو موضوع علم المصطلح, المجال الذي يجال فيه يجول فيه المشتغل بهذا الفن الأسانيد والمتون, أسانيد الأحاديث ومتون الأحاديث, هذا هو الموضوع, موضوع المصطلح السند والمتن. أما مقصوده وغايته وثمرته فمعرفة المقبول والمردود من الحديث, معرفة المقبول ليعمل به ومعرفة المردود ليترك ويعرض عنه, وهذه الأمور الثلاثة هذه هي التي في الغالب يذكرها العلماء ولا يتركونها أو لا يغفلونها
لأن الأمور العشرة قد يغفل بعضها، لكن هذه الأمور الثلاثة هذه لا تغفل. هذه الأمور الثلاثة التي الأولى التعريف والموضوع والثمرة أو المقصود أو الفائدة، لأن الثمرة والمقصود والفائدة كلها مؤدها واحد، كلها ترجع إلى واحد من الأمور العشرة. ففائدة علم المصطلح معرفة ما يقول وما يرد، ومقصوده معرفة ما يقول وما يرد، والغرض منه معرفة ما يقول وما يرد، وثمرته معرفة ما يقول وما يرد. هي كلها ألفاظ ترجع إلى معنى واحد، وهي معرفة المقصود والمردود. الحد والموضوع ثم الثمرة، من هذه الأمور الثلاثة: التعريف والموضوع والفائدة أو الثمرة أو المقصود. ثم نسبته إلى غيره من العلوم أنه من العلوم الشرعية، هو من العلوم الشرعية، وهو علم يخدم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو وسيلة إلى غاية، علم يوصل إلى غاية وهي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسبته إلى غيره من العلوم أنه من العلوم الشرعية، علم شرعي، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي أوحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو غير القرآن، فعبد الله بالعمل به والعمل بمقتضاه كما تعبد بالقرآن، كما قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الكتاب والسنة كل منهما وحي. وإذا فعلم المصطلح علم يخدم هذا الوحي، الوحي الثاني، الوحي الذي هو السنة، فهو علم شريف وهو من العلوم الشرعية. والواضع وفضله أن الحديث التي وردت في فضل تحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغه أيضا هي دالة على فضل من يقوم بخدمته والعمل على التوصل إلى معرفة ما يصح وما لا يصح منه. فمثل حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، ودال على العناية بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطريق الذي يوصل به الحديث اللي هو علم الصلاح. إنما الفضل الذي هو لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو للوسائل التي تؤدي إليه، والغايات التي تؤدي، الوسائل التي تؤدي إلى هذه الغايات. فما ورد في فضل تحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو دال على فضل الاشتغال بهذا العلم الذي يخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الواضع فإن أول من كتب كتابة مستقلة في علم المصطلح هو أبو محمد بن خلاد الرامهرمذي المتوفى سنة 360 من الهجرة في منتصف القرن الرابع، هو أول من كتب كتابة مستقلة في علم المصطلح. وأتكلم على ما يتعلق بنشأته وما كان قبل ابن خلاد وما بعده عند النقطة الثانية التي ذكرت أن الحديث في هذا الدرس يشتمل عليها، وهي الأمور العشرة. ثم نشأت هذا العلم. لكن هنا بمناسبة العشرة نذكر أول من ألف فيه، الذي كتب كتابة مستقلة فيه، هو أبو محمد بن خلاد الرامهرمذي المتوفى سنة 360 في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. حدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم الاسم علم المصطلح له عدة أسماء،
ويسمى علم مصطلح الحديث ويسمى علوم الحديث علوم الحديث ويسمى علم الحديث دراية وأيضا يقال له علم دراية الحديث سواء قدمت الدراية أو أخرى سواء قدمت الدراية لفظ الدراية أو أخرى ويقال علم دراية الحديث أو علم الحديث دراية هذه أسماء لعلم مصطلح أحيانا يوجد مصطلح الحديث اسم كتاب أو في مصطلح الحديث وأحيانا يوجد علوم الحديث علوم الحديث يعني مصطلح الحديث لأنها كلها أسماء تدل على مسمى واحد إلا أنها تعددت الأسماء فيقال علوم الحديث ويقال مصطلح الحديث ويقال علم دراية الحديث ويقال علم الحديث دراية هذه أسماء هذا العلم وأحيانا يذكر بهذا اللفظ بهذا الاسم وأحيانا يأتي ذكره بهذا الاسم وهكذا ولا فرق بين هذه التسميات كلها أسماء لمسمى واحد كلها أسماء لمسمى واحد مصطلح الحديث علوم الحديث علم دراية الحديث علم الحديث دراية أما متن الحديث ومتون الحديث فيقال لها علم رواية الحديث يعني الحديث رواية ودراية فالرواية مثل صحيح مسلم كتاب صحيح مسلم وصحيح البخاري وصحيح يعني هذه الكتب قال لها كتب الحديث دراية رواية لأن تشتمل على أسانيد ومتون يعني أتي بها لربط ولتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناده ومتنه فهذا يسمى علم الحديث رواية أما علم الصلاح هو علم الحديث دراية علم الحديث دراية هذه أربعة أسماء في هذا العلم أما استمداده فإنما يستمد من كلام المحدثين ومن اصطلاحاتهم التي اصطلحوا عليها والتي دونوها في كتبهم إما بكتب مستقلة أو بكتب أو بأثناء الكلام على أحاديث أو في مقدمة الكتب أو في مؤخرة الكتب يعني اصطلاحاتهم التي اصطلحوا عليها في ما يريدونه من العبارات في مختلف أنواع علوم الحديث إنما تؤخذ من كلامهم فهو مستمد من كلام المحدثين ومن عبارات المحدثين ومن معرفة مناهج المحدثين وطرق المحدثين وذلك إما بالنص منهم أو باستقراء ما جاء عنهم ومعرفة الشيء الذي انتهوا إليه مما نصوا عليه أو عرف بالاستقراء من كلامهم ومن عباراتهم فهو يستمد من كلام المحدثين ومن عباراتهم التي يعبرون بها في هذا الشأن إنما يستمد ويجمع ويؤلف من هذه العبارات المتناثرة المتفرقة المتشتتة في بطون الكتب تقتنص من هنا ومن هنا حتى تجمع وتكون بمؤلفات أما حكمه حكم تعلمه وتعليمه فهو فرض كفاية ومن فروض الكفايات لا بد من وجود من يقوم بهذه المهمة بين الناس لكن لا يتعين على كل أحد أن يكون فرض عين عليه ليس فرض عين وإنما هو من فروض الكفايات التي لا بد منها لأنه إذا لم يعرف الاصطلاح لا يمكن معرفة ما يقبل وما يرد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذن فحكمه فرض كفاية تعلمه وتعليمه هو من فروض الكفايات التي لا بد من وجودها ولا تتعين على كل أحد لا يتعين على كل أحد أن يقوم بها لكن لا بد أن يوجد في الناس من يعرف هذا الشأن ومن يقوم به يرجع إليه في معرفة ما يصح وما لا يصح معرفة الصحيح من غيره لأنه لا
يتوصل إلى معرفة هذا إلا بمعرفة هذا العلم ومعرفة اصطلاحات المحدثين وعباراتهم وطرقهم التحمل والأداء وما إلى ذلك من الأشياء التي اصطلحوا عليها وتواضعوا عليها. ثم ذلك مسائله أو أنواعه، المقصود بذلك الجزئيات التي يشتمل عليها هذا الفن، الجزئيات التي ينبني التي يتكون منها هذا العلم، وهي المسائل المختلفة والنقاط المختلفة، وهي أنواع علوم الحديث، لأن الحديث أنواع وكل نوع تحته تفاصيل وتحته كلام. وهذه الأنواع كثيرة، منهم من أوصلها إلى 65 نوعا من أنواع علوم الحديث كلها يشتمل عليها اسم علوم الحديث، ومنهم من زاد على ذلك، والذي اشتهر أنه قام بتجميعها بعد ما حصل التأليف المتنافر المتفرق الذي اشتهر بتجميعها ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح في القرن السابع الهجري بكتابه علوم الحديث المعروف في مقدمة ابن الصلاح، فإنه اشتمل على 65 نوعا من أنواع علوم الحديث جمعها من كتب من سبقه، ثم جاء بعده أناس فاستدركوا عليه وأضافوا إضافات من الأنواع أنواع علوم الحديث. ومسائله هي أنواعه التي المتفرقة المختلفة يجمع شتاتها ويعرف ما يتعلق بها بأحكامها، هذه الأمور العشرة التي يحتاج إليها في معرفة كل فن، وهذا ما يتعلق بهذا الفن الذي هو علم المصطلح، تعريفه وموضوعه وفائدته واستمداده وفضله وواضعه ونسبته وحكمه ومسائله. هي هذه العشرة يعني ذكرنا ما يتعلق بها في هذا العلم. ننتقل بعد هذا إلى النقطة الثانية وهي متعلقة بالتدوين، كيف دون هذا العلم؟ معلوم أن التدوين أولا تدوين الحديث كان بدأ بالطرق الفردية والطرق الشخصية أو الأعمال الشخصية، بدأ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، وقد قال أبو هريرة الحديث الذي مر بنا في صحيح البخاري أنه لا يعلم أحد أكثر منه حديثا لرسول أكثر حفظا لحديث الرسول منه إلا ما كان عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا يكتب، الكتابة كانت موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في فتح مكة، الخطبة التي بين فيها ما يتعلق بتحريم مكة وما إلى ذلك، قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه وقال اكتبوا لأبي شاه أن يكتب هذه الخطبة المشتملة على هذه الأمور، فالكتابة موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حصلت الكتابة بعد هذا في طريق الرسمية عن طريق الدولة، وفي زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في رأس المئة العاشرة في رأس المئة الأولى، يعني في أول يعني نهاية القرن الأول وأوائل القرن الثاني في خلافة عمر ابن عبد العزيز، كتب إلى عماله في الآفاق أن يكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدونوه،
فإذا كتابته من قبل توجيه ولي الأمر حصل على نهاية القرن. لهذا يقول السيوطي في ألفيته: أول واضع الحديث والأثر ابن أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. وكتب إلى ابن شهاب وإلى عماله أن يكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجمعوه وأن يكتبوه. ثم القرن الثاني حصلت الكتابة في أجزاء المسانيد، وجد الموطأ لإمام مالك. ثم في القرن الثالث حصل تدوين السنة على وجه أوسع وعلى وجه أجمع، فألفت الصحاح وبدأ بتأليف الأحاديث بالاقتصار على ما هو صحيح. علف البخاري كتابه وعلف مسلم كتابه، وهما في القرن الثالث الهجري، لأن البخاري رحمه الله توفي سنة 256 ومسلم توفي 261. وكذلك كتب السنن الأربعة أيضا هي في القرن الثالث، لأنهم كلهم الأربعة ثلاثة منهم وفياتهم بين 73 إلى 79 ثلاثة، والرابع منهم في سنة 303 به النسائي. وكذلك أيضا غيرهم من ألف، ولهذا يقال لهذا العصر العصر الذهبي في تدوين السنة، القرن الثالث يقال له العصر الذهبي في تدوين السنة، لأنها السنة دونت فيه وكمل تدوينها. وإن كان حصل تدوينها بعد ذلك، إلا أنها في الغالب أن الأسانيد تمر على هؤلاء المؤلفين الذين هم في القرن الثالث الهجري. وكان علم المصطلح في هذه القرون الثلاثة أو في القرن الثاني والثالث الذي بدأ فيه التدوين، لأن التدوين عن طريق الدولة بدأ في أول القرن الثاني، قبل ذلك يوجد التدوين ولكن بصورة جزئية بأعمال شخصية وأعمال فردية، لم يكن الكتابة في المصطلح وجدت، لم تكن وجدت مستقلة، ولكنها وجدت في أثناء الكتب وفي بطون الكتب وفي مقدمات الكتب وفي نهاية الكتب. فالإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة أتى بمقدمة تشتمل على كثير من علوم الحديث، ولكنها ما جاءت مستقلة، مقدمة كتاب. الترمذي في آخر كتابه يعني أتى بكثير من مسائل باب العلل، يعني في آخر جامعه يشتمل على كثير من علوم الحديث وعلى أمور من علوم الحديث متعددة، ولكنه تابع ما كان مستقلا، تابع لكتابه الجامع. وكذلك الشافعي في كتابه الرسالة اشتمل على كثير من مسائل علم الحديث علوم الحديث، وكتابه الأم كذلك اشتملت على مسائل وعلى أمور تعلق بعلوم الحديث، إلا أنها داخلة في ضمن تلك المؤلفات، ولم يؤلف فيه على سبيل الاستقلال إلا في القرن الرابع، حيث جاء أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي الذي توفي سنة 360 فألف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعد، وهو مستقل وهو في علم المصطلح مستقل، ما هو في علم الحديث، هو في علم مصطلح الحديث. فجمع ما أمكنه من أنواعه في من كلام العلماء وعلى صورة أولية. ولهذا يقال إنه هو الواضع واضع المصطلح، يعني هو أول من ألف فيه، أول من ألف فيه مستقلا، أول من ألف فيه على سبيل الاستقلال. ثم جاء بعد، وهذه السنة التي مات فيها ابن خلاد، مات فيها الطبراني
ومات فيها الأجري، هؤلاء الثلاثة ماتوا بسنة واحدة، الأجري صاحب كتاب الشريعة، والطبراني صاحب المعاجم وغير المعاجم، كانت وفاة الجميع في سنة 360. ثم جاء الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، ألف الكتاب معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، أتى بأنواع كثيرة. ثم جاء بعده أبو نعيم، وكانت وفاته سنة 405 في أول القرن الخامس. بالنسبة للأجري والطبراني لهم كتب، الأجري والطبراني لهم كتب في مصطلح الحديث؟ لا، أنا ذكرتهم لأن كانت الوفاة واحدة. بعد الرامهرمزي جاء الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك، ألف كتابه معرفة علوم الحديث. ثم جاء بعده أبو نعيم، توفى سنة 430، صاحب المؤلفات الكثيرة، صاحب كتاب الحلية، صاحب كتاب معرفة الصحابة، وصاحب الكتب الكثيرة جدا، ألف كذلك في هذا العلم. ثم جاء بعد ذلك الخطيب البغدادي الذي توفي سنة 463، 463، فألف كتابين جامعين، أحدهما كتاب الكفاية، يعني فيما يتعلق بقوانين الرواية الضوابط والقواعد، جعلها في كتابه الكفاية. ثم ألف في أخلاق الراوي وآداب السامع كتابه الجامع، هذا فيما يتعلق بالآداب والأخلاق، أخلاق الشيوخ والتلاميذ والآداب، ألف كتابين جامعين، أحدهما في قواعد مطلقا، والثاني فيما يتعلق بالأخلاق والآداب للشيخ والطالب. ثم ألف أيضا في أنواع مختلفة من الحديث تأليفات مستقلة، ألف تأليفات مستقلة بالإضافة إلى هذين المؤلفين الجامعين، ألف في أنواع متفرقة، كل نوع يؤلف فيه مؤلف، كل نوع يؤلف فيه مؤلف، ألف في المدرج، ألف في المبهمات، ألف في يعني أنواع متعددة من أنواع علوم الحديث، الجزئيات يؤلف في الجزئية الواحدة مؤلفة. ثم من جاء بعد الخطيب استفاد من كتب الخطيب، لهذا قال أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب عيال على كتبه، كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب عيال على كتبه. والخطيب هذا هو صاحب كتاب تاريخ بغداد، كتاب الكبير والكتب الكثيرة الشهيرة، وكانت وفاته كما قلت سنة 463، وتوفي في السنة التي مات فيها أبو عمر بن عبد البر، هو حافظ المغرب في زمانه، حافظ المغرب في زمانه، وهذا حافظ المشرق، وقد مات في سنة واحدة وهي سنة 463 للهجرة. ثم جاء بعد الخطيب القاضي عياض في القرن السادس، وكانت وفاته سنة 544، ألف كتابه الإلماع. ثم بعد ذلك أبو عمرو بن الصلاح في القرن الذي بعده، وكانت وفاته سنة 463، 643، هذا ابن الصلاح، فألف كتابه علوم الحديث، واعتمد على كتب الخطيب وغيره ممن تقدم، فجمع شتاتها وجمع متفرقها وأوصلها إلى 65 نوعا، أوصلها إلى 65 نوعا من أنواع علوم الحديث في كتابه علوم الحديث الذي اشتهر بمقدمة ابن الصلاح، اشتهر بمقدمة ابن الصلاح. ثم العلماء بعد ذلك اعتمدوا على هذه المقدمة
فمنهم من شرحها ومنهم من اختصرها ومنهم من نظمها لأنها جامعة جمعت ما تفرق في الكتب السابقة قبله جمعت شتاتها. فكانت عمدة العلماء بعد ابن الصلاح. فالنووي اختصرها في كتابه الإرشاد ثم اختصر مختصره في كتابه التقريب الذي شرحه السيوطي في كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النووي لأن زكريا الأنصاري وشرحها السخاوي في فتح المغيث وهو أجمع يعني شرح الألفية لأن السخاوي متأخر وجمع يعني ما وجد من كان قبله وكانت وفاته 302 للسخاوي كان في زمن السيوطي. ثم إن السيوطي جاء ونظم الألفية ونظم المصطلح بألفية حتى يعني بأشياء أتى بها من الصلاح ولكن بعبارات غير عبارات من الصلاح وبنظم غير نظم من الصلاح العراقي يعني غير نظم العراقي. ثم أتى بزيادات زائدة وأتى باستدراكات لا توجد يعني عند ابن الصلاح التي بنى عليها العراقي ألفيته بنى على مقدمة ألفيته. فهناك زيادات زادها السيوطي بألفيته على ما أتى به العراقي بألفيته. وهذه الألفية التي ألفية السيوطي هي نظمها سلس وهي مستوعبة وشاملة لما أتى به العراقي وزائدة ولم يكن مرتبطا بما ارتبط به العراقي من ناحية البناء على ابن الصلاح والتعبير بشيء يشير به إلى ابن الصلاح وإنما يذكر يعني الألفية ما فيها إشارة إلى يعني أناس يعني ليس لهم ذكر في الألفية وإنما الذي يأتي به يذكره في الألفية يذكره باسمه إذا أضاف شيئا إلى أحد نسبه إليه وأضافه إليه باسمه في ألفيته فصارت يعني جامعة وأوسع من ألفية العراقي وليست مرتبطة بكتاب معين كما فعل ذلك العراقي فهي في الحقيقة ألفية سلسة وألفية مستوعبة ألفية جامعة. ولهذا رأيت أن أدرسها وأن نأتي على ما فيها ونتكلم على ما اشتملت عليه من أنواع علوم الحديث. وهذه الألفية شرحها السيوطي نفسه في كتاب سماه البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر ولم يتم ولم يطبع حتى الآن وناقص ولم يطبع الذي هو موجود منه. وشرحها محمد محفوظ الترمسي في كتاب سماه من هدي لو النظر في شرح ألفية علم الأثر وهو مطبوع وموجود اللي هو شرح الترمسي على ألفية السيوطي. والدرس الذي سندرسه إنما هو درس واحد في الأسبوع ولعل من المناسب ما دام أن المهلة بين كل درس ودرس هي ليست قليلة فقد يكون من المناسب لو حفظتموها عملتم على حفظ هذه الأبيات في كل أسبوع يحفظ مثلا 10 أبيات تقريبا أو تزيد أو تنقص على حسب الموضوعات على حسب الأبيات المتعلقة بوحدة معينة من أنواع علوم الحديث. فمن المناسب أن
تحفظوها، لأن الشيء القليل على ممر الأيام يستوعب. إذا كان كل أسبوع مثلا 10 أبيات تمضي الأيام والأسابيع، ثم في النهاية تكون الألفية محفوظة، وتكون هذه الأنواع يستذكرها الإنسان، لا سيما النظم، فإن حفظه واستذكاره أيسر من استذكار المتون المنثورة الغير المنظومة. لهذا عول كثير من الناس على حفظ النظم، مثل الرحبية في الفرائض اشتهرت واعتني بها وحفظها كثير من الناس، كثير من طلبة العلم يستذكرون المسائل بهذه الأبيات السهلة السلسة القليلة. وكذلك هذه الأبيات إذا حفظت يكون الإنسان يستذكر هذه العلوم وهذه المصطلحات وهذه القواعد وهذه الضوابط وهذه الأخلاق وهذه الآداب التي استمر عليها هذا العلم. لهذا فإنه من المناسب أن تحفظوها ونسمع ونستمع إلى حفظها، وكذلك نسأل أسئلة في بما نشرح لنتكلم عليه حتى نعرف معرفته وحصول استيعابه وفهمه.